السلام عليكم ايثما سويثمات مني خاطري مليح ان شاء الله تمسك اخكي ضم دي فيديو جديد نهار كيج القصه الجديده ما شنو نبدا اكيد دارسني دي سيري ايثما تبعت اخر لحظات زعما من غيوق عندي القصه يتا قصه يتا مثيره بمعنى الكلمه ليس الاحداث الطس ويقساح بالشتو قع من دي زايوق عن غازات فلذلك تمني خاط بارطاجا ميك العائله نوم ميك الحباب نوم ميك العشاط نوم وخمت كتاش هذه المقدمه ايثما بدا القصه يتا هو تحدي جيبو على نسيو ديش نحاش ثناني تفاصيل القصه ايثما وقعت بالضبط ديت تنربط ودي التاريخ هو 2004 سبحان الله التاريخ ايثما جانش مرمي ما شخصي تفكر الاحداث نين زينزال يقول قعن 2004 فدي حما بان شاء الله يقمو نديرو وقت ثاني وخي حفظ ربي ان شاء الله ايثما زيمين ديوسين غزات فبالمناسبه ايثما القصه يا ليس مشو منيخ ليس الاحداث وقعت 2004 احداث رئيسيه ليس شان الاحداث خرقت 1970 ثاني خاص انت تنسك كان يعني لان خنف عن القصه المهم القصه يا ثلاث دواخي جن السيد قناه حميد السيد هو قمانيد لاباس عليه عاصفين عاشين عاصي كلا غاس نعم سيدي اثنين تيزارين الكريس انت خدامن غاسي جن لابارتومون مغو تما الفيل وجد الفيلا ولكن العماره خصهم منيخ ذايس لي زابارتومون يكارث انت يعني العائلات يكارث انت المهمي وذان يجنز ضنديني دي هدريني ماركاني تودرين فالسيد لاباس عليه ميسريك جاي جن درجة طمقنا انت السيد هو مزوج سيش تمغاث غاس كيس نعمة سيدية ثلاثة نعيز انت بارك الله ديش تحنجات مي سمقنا نقع اقشت دي فرنسا كيس ونية مزيان قع يعني ونية مقرن قع ونية مزيان اقن دي فرنسا اما ونية يجن دمر واسو فايتيلي بن سليمان ثاني نتايد يوسين تقريبا يعني وشات تخربت المهم بن سليمان وثق ماني تيزد غريس وحن جايه وقماني تيجديني جن عزيز السناني عزيز وحن جايه اسم سما الشين مصطفى وحن جايه لانه مهم هذه القصه احن جايه ويتعيش شكبه بس الطس لانه كوميدي كان يتعيش كاع عزيز السا يخدم ديني يقاديني المستقبل الناس ومش التفاصيل الاخرى القصه بالنسبه الطرف ويستراثاني زيتها ونص يجاني شادر وخا ثلاثة يتسن قيمة خوي السابعة اللي هي تحن جاثنية فاثني يعني بعد ما تغرى تقد الأمور الناس تكون ماشا تخدم تزوج سجن السيد دين 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 تنعربات جاتو تسي العائلة نس في وذانا بعد ما تعوان صنمار كولي جنية سيخ في النس كولي جنية سيكا قيمة تطمعه نص الدات السي حميد قيمة تطمعه نص إلا أنه يجي سنية تساسن بحكم أنه تساسن تصدغاس المرض إمارات نقاثن تعدرس المسائل الإنسان بحكم ثلاث دعاة تمقران تبارك الله يعني تعاوني تعاوني ما سي الشر فالسيدة رغم أنه يمغى أن أمي ثوق الحادثة يثاي الحياة الناس جغاس 72 سنة مشو منيخ ثاوى النص كل جنيس يجي في الناس كل يجي تعيش ينيك جان دي فرنسا نيا يجني غاس مزوج غاس العائلة الناس ونانيا مزيان يجعل ويجيو مزوج بالنسبة غيوني دي بن سليمان نيا يجنز كوميدي كذا مزيان الحياة الناس تنجذب ديني غا عزيز سنية يسكت ديني باباس ديرو قتنية يكون ما سيتعيش كيديس ديني يقا المستقبل الناس ديني يخنو تنزع جاي تخدم ديك عزيز سنية كسيس روسا كسيس روسا راح نوش سانوسين السيدة واقع ماني تيمغا يصغاج نقيت عن تمعدين طافي عزيزة شوي يكون ما سيمغا يمغا يمغا بالإضافة أنه يكسيس غا باباس يكسيس قرار انت يدور يقا المستقبل الناس ديني يتزوج فمن جاي تق يعني دي عام ورفين أربعة جيت مزوج فثم غاهنس يعني جيت جاتي المعرض المارة معرة السكيدة يتسجد يتسجد يتسجى خبر بس دي الناس يجن قندين دين تنعربط المهم راح نوصل نوصل ده يثما بالنسبة لي نيجي الملاحظة يجو تشماس نسيد هو قميته مكان حميد ونوم دي شاخة مقرنة يعني بس نينا مارة غاسي جو تشماس وتشماس نقانا صرحمة المهم ثا اثنا شو تيقا جات قاريتي وذان وشاد التقرير للبوليس بعد ما توقع يجن الحادثة الطمقة انت خاص نسيو الروخ نشو تيقا وما عبد الحميد قيقرا نس انت مارة يقث سكارة رانتا رو مسنيك جندي من سليمان سما ميك طابو حنجي عني روخ وميقا مصطفى يعني تعزيزس نشو تيقا ثاني سن وقرفو 1970 جا خدم من غاي جورو ميقيش في عمى دي النواحيني بن سليمان فجاخد من غاس يقاديس انتقث ونقاروني السيد النارو مني جيم غايس للمسن كرشي وكفوس نسن فجيت اشانت نشو التيق وخذيت ما السن خذيت ما الشالي اذا انتوش نشو التيق جيت اشان نارو مية وا تشاني خدمن تشان السرعث لنو زيان اسرمار يعني وسقان شا
تشان دير عرف تشان مهم اي حاجه تشان ليس فكين زيت الاسمر فهو مين يجي يسيدي صغادي عربط يجيتو درينا يجيتي الزارينا يجيتو من اي قعد ونني عاود ثاني صغات مودي بن سليمان بعد ما يعني من ينشتت جارسن عرو مني سيزيون والسمين دي سيوق عندي القصة نصلوا على المدينة ودو يشان بالتفاصيل ونغني صغة مواثي قيمة عيش دينية يتعيش يخدم يقال السينقي عبك يسوح نجعل نمي سومس. المهم شاتو جات ايام مشت نقان الشينقة الزمن ويتتو الضواث جارشت يلا 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 السيدة ويوضع 72 دول عمانس شو مني خي دوري تغمي لنت التمغانس دي الدات سجد خاصي جسني جناي جسني سجد خاصني ديك جنان جابه بالضبط سجد لازم ثواث بحكم انه وث الدهن بس خاص مفتاح ثوذف ثو فولو رحس فتقعد اثدت تمزواروت تبارح بابا بابا يما 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 فاذا بيا تفاجئ وكسالون تدات تدات تغاقص الدم تغاق تغاق بمعنى الكلمه يوذني اني قارع نطاف ومطاف فوق على سنجين تيزات يتسمى لا داعي باش تاتي نوصف الطاس. المهم مهم سجن طريقه بشعه سجن تخدمشت تخدمشت ني لحسن الحظ ثقين ديني والسين تميسي شات الماس ديني تحن جاتني توضغ هموات تسخف شوي ثكات فقت دروشن ديم طون تسرنا زيودان الجواني نقرع عند غاسة الدات فوض فند على حسب الجواني نشقنو في نوفي تحن جاتا جيجن حالة هيستيريا يعني هو لاجن درجة ترو والسلمين تقع فرغندي البوليس ومدع أخضرنا البوليسين اللي نعربط جيجن الحي من الاسي الأحياء الناس وفين ثم سرشت تتقمنيت هو أنه يوذنينا مهن سجن الطريقة باشيعة فصوان فسيت الشرطة القضائية صوان مسرح الجريمة جن رفع البصمة تزيدهني وزرني سين سجن التقنية باش يعني البصمة تخص قيمت إلى آخره تحن جاتني كما ستعرض الوعين نشو التقة النش ديوسين وفيخ الحالية وكيم ديوسين ما يوسيت كيما حد ما شموات نشو التين شوها واخا مزيان. المهم كما سان تش ناس أسئلة روتينية ما غامر مفتاح ما ثوفت سمفتاح نشو ثوفت سمفتاح خزانو فين صح طواح نستبلع زغادي خر بمعنى انه مستحيل الانسان اضيف فقط يدبلع زغبارة يعني وني يقل مانا يعني خطرنيني خذينا يقل مانا يودي كبوز الصح طواح انت الدهنة ناس ما تعظم تنيت ناش عظم خطي دنيت المفتاحة ويغاية جات ناش غايق جواها انهي اسئلة يعني لكو مصان تشن اسئلة بلغن العائلة ناس طاوان سجن اوروبا سيدني جندي من سليمان امي سنية ينثو مسني وتش مسني جنو ومقانا سرحمة. المهم بلغن العائلة مرة فكو مصا يعني البداية دي التفاصيل ينث التحقيق إسين عايزة مغاثة عموستو دع الأموات باش تغذان السبب من القتل نسن طريقة مازي موتن واش توزن مسشان حاشة نانية. الملاحظ كذلك هو ذي الداث ذيني رثان الدم رثان الدم إجن رثا يجعطا سيجان الطبيعة ذي الداث ويبقش يبقش دي ماريون السيدار ماريون تمغاثا وعيزا ثنا ناسي جيس نما سنشان حاجتي يعني ما مقطع سيدار نشو التقى غاس الدهب التص التص بحكم انه عيز تبارك الله يعني جاسي قرا فتمغاث نسجيت الله ذي سوجد الصغر انت تيخفنس ثمن جيها من جيها النغنين انا سوتي ما ثقذ شان حاجتنا شوتي نخزى ماريو ما ماريو نوفين اكشط اني هين عاشين اني الدبث نشبه بيت الجدا هين عاشين بحكم غاس التجارة يكسيس روسي الصغي ندوزين غاس الموحل غاس الكرا غاسين نشي مادة بنسي اميسي وذي الجيشة. اذا القضية ذي السرقة ذي السكانة مين يعني اني مي غاد جان مفتاح يوذد غاد الدادة الله علم لان سوي غاد جان مفتاح نشي مفتاح اقشط غا ايثما دي فرنسا يني جان دي فرنسا ويجن زي سنام قران ذنش نانا سوما مني دي بن سليمان نانا شوتو نواس ونفتح وانت يعني نفتح سين عم زوار وغاثشا بحكم انه يتسدي تفندا فسقاقو يسقاقو بتستدفنت واخا مليح. المهم كما صندي التحقيق يلا 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 استدعن العائلة مارا العائلة اني نانا شوتي نشينو مثل خواس والمشاكل واس والعادة وكحد باش شاثي نغس الطريقية ثقمانيت يخدمني كيسي خدمان حاول ما امكان يسين زيسن الاراء مرمي اخر مره يوسي ضغوم وميوقعوا المشكل ديشان المحال ماشا نقوم خدموا كيسي مسفهم ما
شن الكلية نخشن نجنيتي الش السرعة نخشن جي كارا غاز جيني جي كارا نمو غاز كيس مشكل نخوتي خطس نخ كذا لأن شوكتي نهائيا الأمر رواق معنيت مستبعد لأنه سيد يصفى وترانكير. إذا السؤال المطروح لعلامة تعجب طبقات هو وين غين سيد رواق معنيت ويغاد جرف ذراثيما توكادا ويكسني لا غاسر حوي جديد داتي لا غاسر داب ونشين سنفتاح إلا أقشت غاية جيس أقشت غاية غاو ماسنية يجان دي فرنسا يجي ساتو في دائرة الشكل لأنه ربما غاسر السبب نخشان الدافع عن القتل بعد ما تزرى مناينية وطمع قامشي نقاشي نسعى ما ذي الطوين لأن سوتي ما يجاس جيد ثمده لأنه يوذان عينا على حساب أضبي بمشو منيخ يعني وديد شخشة تقرير النص أضبي بأن سوتي قموهن يلا ثمدهين يعدون وموثن تقريبا جاء 12 لوحدة مديت يعني خاذ مديت للمنتصف الليل وأنه طريقة يميزي موثن شان جني عزو وتغمين ودان وخصت قيمن يعني مثل قارنتي ميمي العدد من الضرب ديسن والطريقة النميزي يتوانغن يعني الضرب نتافن تخطى الطاف يعني هو يجني إنسان يعزو ننغ وبعد ذلك يعدوها السارقة ما شان تصفية الحسابات وش السارقة نهني وهمية وها ما شان السارقة ولكن السيدي عزو يتأكد أنه أذمثن باش وخص سوفوغن السر الله أعلم ولكن يجن الغباء ذام قرن أنه الإنسان هذا ينقصيجن السلاح هذا يجن السلاح النوني ذي مصرح الجريمة يعني مسألة بسيطة خاصة في البصمات إلا مرسي دواذ كي غيجن درجة تنقرن يعني قال القفازات نغيجي وانتصن من بلاستيك يفسنس. المهم ثم غاثش كندايس لسيه ما عايزنس عايزنس يجن رغم انه يعني السيد غاس ميسر انت ولكن مشو منيخ العين العين نيخذ طمع احمد تبان شي حاجه تفيق صحه الحال فاننا سوتي ما جات تجيش مدو عايزن عايزنس ان سوتي قنش يخدم هاد الشركه وما فراني فغدا قدام من قدا تي ساعتني تيخ تخدي الدار مستحيل ادير خدي بارا بالنسبه اي انت كذلك نش تجي خدي الدار انت تشاد خوايزن سايزي شاد خاص واكثر من ذلك راح حتى الشركه مالك خدام اكد انه يفغار اقدام القدا السني الاتجاه ديجا غث الدار السن شاد خاص مارنس ومستحيل كذلك يجي الاحتمال ضعيف اديري ثق ما يتنغب بس لي مس الطريقه النهنية مستحيل يعني الا مر الانسان طول زي سجن الدرجه يعني الشر تفض الشر يقحنا نظام. المهم الحمد لله كوماسان يعني توسع نطاق البحث خضر نثاوان في فرنسا يني قاس الدليل بلي جيت جندي بارا خزان مويني شان حد طافي الداف مثلا راكيس العدوى سكسن جوار موتسي ميشان الصدع كذا لا احد ان شوتي قنت سريشان الصدع ني قنت سريشان تغويت ني سريشان حاشت مسألة عادية وذا نتعيش نطاف النخ تداف تم قران تبارك الله فنشين وين تسريجها الجوان وفيد ندي التحقيق والو يوذن وفيد ندي التحقيق والو كومسان يعني توسع نطاق البحث فنعيه ثماس ومسني إن شو تقنش ويسيد رنتازي بن سليمان ذي نعنو ميقموث ذي وشانسي سبع ذيني نتاذ ميسني ذي العائلة نسنسي لو قمانيت يعني عزيز سوا قمانيت ويسيد نتاذ ميسني مهم العائلة نسمار باش حضان الجنازات حضانينا. المهم راني هنا عندي التحقيق ميسني نشو تيقنش الوالدين نو يجوا خاص نظام مزيان تا صغد غاسن مشو مني خدي بدايه القصه نشو تيقنش المساعده للوالدين ذ العائله ذ العزيزين جخدم خكيس نظام مزيان تفخنش حتى شي خاف فجحت لا غادي يزال راه شي حشطاني كي خصها مو الحمد لله نهار كي خت دات كي خطا وينو كي كذا انش فتسجيل دخل الوالدين نو راه نشامي ودان اما شنو هو يتمناني ونش يكفي انه تسكسب ثم غاثينو ججيخ ديه الدهن عن نخدم الديت سدعان طماه النص تأكد أولا وقمانيت بلي اللي جي جذي بن سليمان وججيك ثماه النص عزيز سني كذلك ومثال خضرن دغا رحمني ثني قوشين الشهادة نيهم زوارته منيخ أنه هنا شو التقى وما يقمن يسطو كاضا إننا شو التقى مرمي آخر مرة الزيد ومام ثنا شو التقى قيجن سيمانا زقومي تقريبا ما يمي غاس تسيث سبب الزيارة لأنه السقسان وخارة دي جيزنية الناس وتيقا تصغط غاس نش نشقى كور تقريبا سيمانة تصغط معطين سيدي سيمانة تصغط غاس يناث رحماني يجندو تشمس مباباس تشمس يناث السيدة وميخفين السور اللي هو نسمس دي البداية القصة
اسمه حميد. المهم سي وذنينا مرة خزان مرمي آخر مرة وسين دغاس عينات وفين ديني وذن غاسن زيارة التقنين ميسني وميقان مصطفى إن جوتين شقد يدوسي خينا نديجون جروبا. المهم رحمة يا ثقمانيت الناس نيجن السبب من الزيارة. السبب هو قمانيت يتما خيوشي جن الخطط نتبع الساعة الزات من عنا ثنا شو تقوسي غد السور خكيس يقنتا طمغاه النص لأنه واري غد رخبان نيش تمسرشت ويعجبو الحال نشو تي قوسي غد غاس بعد ما السيدة هو قمانيت وما سيدة وميقان حميد نتا طمغاه النص تسريخ أنه وازونا كسنزي الحالة المدنية مصطفى ونيك تعيشني كعزيز السنية هذه من سليمان ثنا شو تي قرا خبايا ويعجب شا ني غسمنت السبب احنا جاية تكسم لانه ذي نيجي الموضوع موضوع سري وذي السين حدا التص ثناش بعد ما يقى مجموعة المحاولات تطمعنس باش يكسي الحالة المدنية يقيس المخزن لأسباب لانه هو ذي نوجه السبب يعني واضح فثناش جاي تقل خطوة انه اذي وزع رواث النص إلا خاوة أخطاوة يتجن الغني اللي هو اثنين نقن دي فرنسا ام زياني دو مازوزني يعني ام قراني عفوا دو مازوزني مزيان ذي جيسني جان طافنس اما وقميت في عزو ذي حارم زي الارثنس السبب هو انه يعني ما يمي السبب نشوف تيقى المشكلة يمكن زي مغانس فمغانس لانه واحد جاية والتحمر ناس ما يمي السبب والتحمر نشوف تي لانه ميسا وقمانيت وميقان مصطفى وجهود ميس شارعي السيدة يتقمانيت السيدة هو يجي تيدي قشت مغاث النغني فثم غاث نيت هاجع ربما جيج العلاقة مشبوهاني علاقة غير شرعية بين قوسين يجي تكيس حنجاية وقمانيت يتكلف ازاي سنتا وميديا وحاث مغاث الناس وتيقى خضيخ الغلط يجي خالغلط حنجاية وقمانيت السجل خيس منو فثقى صاري ذي الوقت النية السجلية خيس منس ثقى دي الحالة مدنية مش نوطاونس لأنه مش منخ يسيد دروست فالزواج هو يستمر الحياة تستمر ولكن ثم غاثة ثوض غايج نيفو نعومي ومشو مني ثوض احن جاية تستقبليه الناس احن جاية تسكذ غا عزيز الساكيس يعيش ديني شو كي يتعيش دي الدهنية ايا فمن يقاه جاية تسكي الدينية يبنى الحياة نسدين جي تعاوني هران تايت الشاسة يعني ميزي غاي عيش ميزي غاي سبديخ في الناس يمشو مني خيستطع انه ذي بد فالموضوع هو جوات السين حد وجهة السنن السنيت عزيز السنية وحن جاية وميقان مصطفى السنيت وتشمس وميقان رحمة تمغاث النص ذبابس وحن جاية وقميت فالموضوع يعني قيم جعب عن وذان تمغاثة وميغاثة يعني وذان مغان وان 72 تقارس واتصفو ذي الحالة المدنية يخصه ويوارث ومش نوطاوينه لأنه وجه ذمي رغم أنه ذمي سنتا ولكن السيدة وقميت تعاصي تمغاثة يجا المحاولات تسيت مغاثة الناس وتي قا هاللي كاين هاللي كاين هاللي كاين انت حين جي عني يومي كي سنعدو ذي التحقيق مرض الذكام كي ذي السين تمليح السقسانتنا ناس وتي معاكش المشاكل يقول والدي الناش ما كذا ناس وتي مسألة عادية وانت يثبت الوجود ناس إلا جي جذي الداث انهم يذوق على الحادثة بمعنى انه جي وقشخ الموضوع فالموضوع عمشو من اخوتي السين حد باش الزاز تأكدن يخصى تأكدنا بعد شوحن جاية ما يسن ما يسن فمغاثة قمانيت جدا المصيرين ذي تحقيقي كيسيقين ناس الموضوع واش تسيور تيقو حن جاية وقمانيت يجاند مصطفى واش تنيدي سوتي قباباش يازو شكسي الحالة مدنية واش تنيدي سباباش قيقاذي فاقر واط باللي لا يعني يازو شي الصفوش نشوتي وخمس خارق قنش حن جاية وقوذخ يعني استرحت صغاهنس ونش تفخ ترونسبور راح خاص صغيم خدم تد عزيزيز صغيم خدم وضحغاس انت مسرشتني ناس قواح جاية وظين ضار ذي رحق النس الله يجازيك بخير بدك يذس بس شو سي ترحق رحق النس قا يجين محاولة كسن زي الحالة المدنية يجين رخاء زونة اذو الزعن الرواث يعني وستيشن شاسي قمليني هاوان صناني على شكل بيع احن جاية وقميت اول مرة يتسرى الخبايا وقمانيت مهم ثم غاثة تعترف اسم سرشتا لأن التثوة غير وغن واني يقين فعلاني خذ حد الناني تيجوا تحاش شغرنز النقطة يثا أن ربما أميديني يعني القضية يثا رغم أنه السيد يثبت أنه البراءة سجدي داث التطمغات النص يمكن هاري سكد
ربما يقاش نحاجت شن الطريقة يعني ويستين حد ما مشتقيا سيدو ميثي غاويا ننسى سنوشر بعض الأسئلة أنسى سنوشر أصلا على خيق الموضوع مالا ننسى وميثي غارن غا التحقيق مصطفى ميس السيدة وقمته من قان حميد صغير من تخرج عسين ننسى وتيش نسقسي جو سقسي واش تسند باللي لا السيدة وقمانيت يجند باباش ثم غاثني النس وجهودي يماش يماش تحقيقش سيدي نكا إنش نش أول مرة تسيخي الموضوع يجيش نرد فعل وأنه أول مرة يتسن فوميسنا غايق رد فعل لير مخزن لهني السنة نزيد مغاثنا نزير حمالني باللي لا يعني الحقيقة يسنيد ويسن المشكل اللي نرواث منيذ تمسرين هني أن ناس السيدة وقما يتخس الشبهات لأنه مريو جبو انت يغينا شواه السنخ هذه يشعر الموضوع مسألة عادي يشيني مشكل عائلي رخبة بيموت هذه حمس يضار بي وني انت ران ترثم غاثني ويسني قلم يخص هذه تلقى الجزاء انت ولكن ان كاين ناش نشوى السنخ إلا إذا نعزوني كسندي الحل المدنية فذاق ماني توثنت الشبهات وثنت يعني الاتهامات إن صح التعبير فالمهم دا من قيل السيف نتغى التحقيق زيان خاص لأن نشوف السي مصطفى نصاص نقط الحروف باش تريح ديال الغلط باش السي نقينا وفي منشا نشين الموضوع إذا جا المشكل جاش كذبة باش ذا الوارثة نيد ميني غاخ العلم الزيس أنه يتسند وميسيج ديك الخبارة نشين السين غريكا قصم غاث مني غيشي خبان تخبر أخرى نشين سجن طريقة بريئة تعزو ياش يمكن تعزو ياش المصلحة ولكن الموضوع يمكن ذي شان حاش تناني الغموض وتنسين لأن نشوف شنينيا البصمات قناعة في عيد مسرح الجريمة والأكثر من ذلك هو أنه أداة الجريمة داخل مشتنية قنيسيت والبصمات نشغلي بان خزي عدنت ونشين وان في ميش تمسرشت هو كيف أنه طمغاث النشط شهد بالليلة جاجي غاح مديثني وميذوق على الجريمة جاجي ديدات بشي سجيت تواسن في مشا ولكن قال قضية شكيتي لبسن ما استأجعت حد ما لأنه هو ذي نولادي الجن غاس مصلحة أذي نغثنين نينغودان أني صفة ستاريقة يتقمانيت غاس كيس حساب الدرجة يتقمانيت غي هو ذي الشك مهم وشي ناس الوقت وشي ناس جن ممين أذي تسيرينا التحقيقة تساوى أذي تسيرينا قيجن اللحظة إقما مين شي السادة عجي فنسي ناس ومينيخ الحقيقة الحقيقة يعني جنجوا الزخبو تيري ولكن أمني التقى أمني تيري إن السيدة وقمانيت ذبابا ونشتا نشقا غسيمة قي خذي سرخي على الناش تزوغتي تسغد غاس نش ما فراسي ما يتحاوت وتسمى السمازيخ تو غايمين غاعوذخ و بالنسبة للقضية إذا تقسم غوم بالله ما نويخ نخص طريقة نيثني ولا نويخ القتل ولا نويخ ذيك خمانية ولكن أو معوذخ التفاصيل من يقال عامين وضع النتيجة يثقميت إنش بعد ما تخبار أيث مغاثة ثقميت ومقان رحمة إجان ثختيتي وتشمس مباباس إنش تسيد غاخ سخيماخ نشوتي إنش أول مرة نشتسيخ الموضوع بلي لثم غاثني إلا ويتجو ذيما إنش نشتغل خذ يما ثعبايا ومش نوي يثمن غني إنش بعد ما تسيخ الموضوع وسيغ دغاثن وسيغ ونويخ القتل ونويخ رديش نحاشت إنش من يقنع نتني خضرغت إنش جاذر عشاء يدن عشاء سقاقبخ إنش وفيخ رخاثني جاني ماس يعني ثابطوها وأصلا وطابش إنش وذفخ استقبلاي نغس ميس كبابتني قراح يزجر عشاء ليدور إنش مهم يدور يزجر عشاء نمونسو إنش تعاين خدش بذن الموضوع عيني نوتي يعني المشكلي غاسنا كذي لأنه السنخ ما يمي روخان شاعزون أي حار منزير حقينو وما يمي المعاملة يثقمت بالضبط ما يمي التمييزة وما المشكلة دا يمين كيس نخضيخ مع العلم انه كيس نخضيخ شو قيخ ديشني الله رخيع انش انش مهمومي الغايس الوالي لايحن كده قيما انش يوجه السؤال بباس انس بباقة قسنا يلعب بذو حرث شوي ذو حرث السزريوين انش انه كيفاش تزريوين انش انه نيقى ذو حرديها الزريوين باش يتكزي الحال المدنية ويتكزي الشيء وقيناش وآخر مطاف تسيد دروخ نارا هازو توزعد رواث نشعت الداب خيثما نشت هازو يتحارمض ما تلقاو لنش دي منايا ما انت ميتني دي منايا إنش سيدي قميسقا
يعني وني باباس نروخي غامني إن شو ذات شجي فيه موات جوي ثيد ثنغني ثني سيدا ني جنو جو ذي مس جوي ثيد نسوا أمشي تسريد ماني ني غايو قان شكو جو ذي مي شكو ذي ميس نشحرام يعني المصطلحة وقمانيت وأعتذروا عنه ثنا شو تي ثنا شك يعني وجود ميس وجود ميناش نش وزم مش عبيق شاك يني جن طاون سنيشان يني غاي يستفدن سل حقوق مبابسان شكيش معيش كدزي بارا يسيميشا كلا آخيري دا 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 مهم إناش سمعي شنو ورن عماس وان تسريخ دي الحياة دينو يعني لكم أن تتصور وتصورت الموقف وقمانيت يعني يقصح شويس والتص ولكن وجود السبب الإنسان بالشاضينة فإناش تتصور ويجمل ويتضير ويجمل ويثني ويجمل مهم أي حاجة تصور عم توت حريث الناس تيد فإن شني غاسي نتا إيش كميت ندي الموضوع إن شي نايمين داش تنات مغاثة ثمانية قجان ثمانية قجان نشين بالنسبة للشك مينش ولكن نتثقى ثوقي ذي الموضوع وقمانيت مهم خاص زياخ السيد يبان أنه محكوم فإن سامشي تسيق ما إني غايرين فالسيد أمي غاي وضيج الدرجة صافية يوضيج الحدود وجي من واز الخضر مش وجي من وسنين اي كاكيسن الناس جاذي نيجي نتخدم مش جات قصص نزل الخوضة اي كاكيسن الناس يشتقوا ويشتقوا يشتقوا يشتقوا حتى يعني تقوض اللي فوس تنس تقوض غاينة غا الجسم نسن مهم يصفاتي اثنين ننقودان يفغ ويفغو ديريك تحقا يوذ في يوشع دمني يسير عاشيني باش على اساس الناس زعما يسير حق الناس ويوهم رادر مخزن بالله مسألة توقع من أجل السارقة يخضر يعاود أسأل قصة صيّة مغاث النص أنه يعني قد جوه الناس الحق الناس كذا كذا فمغاث النص توارث التذي ذي جيجن جانب يعني مظلوم أنه نعد نخس فإن اسمنا عقيد أحمد عاصم المخزب إن اسمنا وتي قاية زينو جيجي الداث وأنه يفيق وأنه جيجي ذا قمانيت صافي تفقي ذي سمع عذون للتحقيق مشو مني خمشي سنتبالغ البوليس الناس نوتي امام مش امام مش يسيني هني الشهادة سبعين الاعتبار ولكن شاءت الاقدار انه يسيدي الاعتراف زكيج ومشا نغني ويفضح منايا لخيث ما القصة يتقمانيت بعد ما عدون الفصول نصغى قضي التحقيق جلسات السيدة وقامت يعدو يتوحك مثل الاعدام الاعدام قص موقف التنفيذ المغرب كذلك وفين غاس بعد ما فتش الناس الدات وفين غاس الدبني وفين غاس تين عاشيني يجي خزني نتقج ومشان يعتار فينا شو تيه ميجنت ميجنت نهاية القصة يثما ذا يتكمر ولكن إن ثيما قخ قيج نزمان يعني يخساني ريامية ما نشين وخس أخوان نتيري ويامية وش الإنسان أحمي غاية وضغ الدرجة يثان الخبث نتمغاثة يحمسي ضعر بذوايا زا يعني يجن الإيانة تم قرانت رغم أنه وجو ذميس ولكن وليكون قاع مش حقا يوقع زين نصيب نص السيدة وغمايت وأصلا ذميس السيد النيوني يجي ذي قشت مغاثنا إذن ذميس شارعا تعترف الزيس إذا ما أنت مشكلة غصاتها ثمن جيا ومن جيا أنني السيدة وغمايت يجن الغلط تم قران لأنه كان بالإمكان سنيني عب حسرك سرحويج نوم سرحق نوم ربما يتيري التاشئ كيس لأن عاد جوا يوقع ريجن حاجث يري التاشئ كيس نار قضاء يري يسير حق نس ولكن عن السوار يعني الشيطان أحميك تعكب خل الموضوع فتيري كاريه التنقرنت فلذلك يثمى الإنسان وإياكم زي لحظة الغضب لحظة الغضب يعني الإنسان يكسي ذي شان قرر ثمارة زي مارة تيري نسيئين ربدا عما شن يجن جيجا يتسمى يعصب وشي يصير القرار يفوص نيجان البدا يتيري القرار سيء يتيري يدكر تخبنا مسجن كارثة تمقران فذمان ياسو يثما تمنيخ ان شاء الله عري استفد مزي القصة بارتجت يوتيوب وفيسبوك امسيقات ان شاء الله ذي شنحاش نانيا ذي السارقتني تمنيخ تيري مليح مار ان شاء الله سلام الله عليكم جميعا ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون.